طعنتي من الصديقات؟ أوه. يعني عندك صديقات وتهاوشتي وياهم؟ لا للحين عندي صديقات أموت عليهم وأحبهم، وما في صديقات ما يتهاوشون مع بعض، فعادي أتهاوش أرضى أتهاوش أرضى، فعادي هذه أمور عادية بالنسبة لي. بس الزين والأحسن إن هذه اللي تطقك أول مرة أرفع الجام ومش سلام عليكم ومش بس. تعترفين ان انت احيانا في العلاقات او في الصداقات تكونين انت اللي باديه؟ شلون يعني باديه؟ يعني انت اللي تكونين مثلا باديه بالمشكله او رده فعلك تكون انا ولا ما مره؟ في مثلي مثل صداقتي مع ربعي. انا اللي حبيت حبيت، ولو وفيت وفيت. وليه كرهتي؟ وليه كرهت؟ وخر عني اكره. يعني مثلا بالعكس وايد احب رفيجاتي، والله حتى اللي زعلانه معاهم، والله العظيم ان انا يعني داخل قلبي مو اسود، وهم يعرفون هالشيء هذا. لو ما يعرفونه ما ماشوا هي. لكن هي الكلام الناس الغيره، هذه تدش وهذه تدش وهذه تخرب وهذه تتكلم، يصير اللي يصير. فما دام لي الا اثنين